بكم طلابي أحبائي، طلاب الصف الحادي عشر. هذا هو الأسبوع السادس. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بدراستها ومناقشتها خلال هذا الأسبوع. كونوا معي. حدثت الثورة العربية الكبرى، وها هي النتائج أمامك. نتائج الثورة العربية الكبرى. بالطبع حققت الثورة العربية الكبرى نتائج مهمة، وهذه النتائج تظهر في هذا الشكل. أولاً، إخراج القضية العربية إلى حيز الوجود في ميدان السياسة العالمي، أيضاً اعتراف الدول الكبرى بها، تأسيس ممالك عربية مستقلة في سوريا والحجاز والعراق، تأسيس إمارة شرق الأردن في التي حملت رسالة الثورة العربية الكبرى ومبادئها، تكريس شرعية المطالب العربية وحق العرب في تقرير المصير، التأكيد على المبادئ الحرية والعدالة والمساواة. أيضاً بعث الفكرة العربية عملياً بعد أن كانت حديثاً في المجالس والجمعيات السرية، إعادة وحدة العرب الروحية وخلق تاريخ قومي لم يكن موجوداً منذ سقوط الخلافة العباسية. تميزت الثورة العربية الكبرى عن غيرها من الثورات بأنها ثورة الكبرى في تاريخ العرب القومي الحديث، فقد قامت باسم العرب في أقطار آسيا العربية، وكانت فاتحة لتفجير ثورات متلاحقة ضد الاستعمار الأجنبي. قامت على يد الشريف عربي هاشمي آمن بعروبته وبإسلامه، وأراد أن يعيد للعرب حقاً مغتصباً. لقد كان عظيماً وهو يضحي بسلطانه وروحه من أجل أمته وعقيدته، إذ نفي إلى قبرص بسبب رفضه للمشاريع الاستعمارية البريطانية والفرنسية الهادفة إلى تقسيم البلاد العربية، وبقي في منفى إلى أن اشتد به المرض، فرجع إلى عمان وتوفي فيها عام 31 و900 وألف، ودفن بجوار المسجد الأقصى حسب وصيته. الأردنيون والثورة العربية الكبرى. شكلت الثورة العربية الكبرى خلاصة النشاط السياسي القومي والمنطلق العملي للتيارات السياسية والفكرية التي ظهرت في المنطقة العربية، وقد بدأت اتصالات زعامات الأردن مع قادة الثورة العربية الكبرى منذ البداية الأولى لإعلان الثورة، وأخذ الاتصال يزداد بين الطرفين كلما تقدمت قوة الثورة نحو الأردن. وقد بالطبع هنا بدأ يظهر اتجاهان. الاتجاه الأول أيد الثورة العربية الكبرى، سارع الانضمام لقواتها، وقد مثل هذا الاتجاه معظم القبائل والعشائر الأردنية، القطاعات الصناعية والحرفية، وكذلك سكان القرى والأرياف والمثقفون، إذ انضمت إلى جيش الثورة العربية، وكانت أولى الاتصالات مع قادة الثورة عندما قابل عدد منهم شيوخ القبائل والزعامات الوطنية الأمير فيصل بن حسين بتاريخ 5 نيسان لـ17 لـ1917. ولما تقدمت جيوش الثورة في الأردن، شكل أهالي الأردن غالبية الجيش العربي مثل لواء الفتح واللواء الأموي واللواء الهاشمي، نظراً لدورهم الفاعل في المعارك التي خاضوها، حصل عدد منهم على وسام أمعان. الاتجاه الثاني الذي تردد بالانضمام إلى الثورة لأسباب خوفه من تركيا وطريقة قمعه لأي حركة قد تحدث أي ضوضاء، إضافة إلى البعض خشي على نفوذه ومصالحه مع الدولة العثمانية. ولكن مع وصول قوات الثورة العربية الكبرى إلى العقبة، وجد هؤلاء أنفسهم أمام استحقاق سياسي جديد، وسارعوا إلى الانضمام لها. بدأ الموقف الداعي للتحرر من الأتراك الذين ألحقوا بالعرب كل مظاهر الضعف والتردي يظهر بشكل واضح بعد إعلان الثورة. هذا هو عرض سريع لما سنتناوله خلال هذا الأسبوع، الأسبوع السادس. أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.